في دبي أعلى برج في العالم، أكبر المراكز التجارية وأضخم حديقة زهور في العالم، ولكن أسرع سيارة في العالم، هذا ما يقال ولم يشاهد بعد. فهل ستكون دبي قادرة على منافسة كبريات شركات إنتاج السيارات خارقة القدرات؟ سؤال نطرحه على التجار والملاك والعارضين، ونعرض فيه أبرز التحديات التي تواجه إتمام هذا المشروع الاستثنائي. لستم بحاجة لمعرفة أنواع تلك السيارات، فهي أشهر من نار على علم. أقوى سيارات العالم ستكون قريباً على موعد مع دخول دبي في قطاع تصنيع السيارات ذات القدرات الكبيرة من حيث القوة والسرعة والتصميم. أهم شيء يكون عندهم كمان الكواليتي. الكواليتي هي الناس هلا بالنهاية، أنت في عندك عدد هائل من أنواع السيارات، فأنت إذا ما كنت موجود بقوة بالكواليتي وبالسيرفيس وبسمعة الشركة ما حتقدر تنافس، بس أنه تركزوا على الشغلات هاي. بالمواد اللازمة والخبرات الجيدة ستتقدم دبي نحو الاتجاه الصحيح، وستكون من قيادي سوق إنتاج السيارات. يعني كون السكان الموجودين بدبي فانز لسبورت كارز، فراح يكون شيء سهل أنه تنتج دبي سيارة رياضية تنافس أكبر شركات العالمية. مشروع من شأنه أن يجعل الإمارات رقماً صعباً في عالم تصنيع السيارات، ويضعها على لائحة كبار مصنعي السيارات الفريهة بمواصفاتها الخاصة، ويضيف إلى الخارطة الاستثمارية والإنتاجية قطاعاً استثمارياً خصباً جديداً له شعبيته السوقية عالمياً باعتباره ركيزة أساسية من دعائم اقتصادات العديد من الدول التي تشتهر بهذه الصناعة التقليدية والعصرية. من دبي لليوم على الحرة، ربيع أبو حسن،